ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه قوي، هعمل معاكم شوربه الخضار، وهعمل معاكم الفراخ المسلوقه. هنسلقها بطريقه عشان ناخد منها شوربه جميله قوي. فانا معايا هنا فرخه مقطعاها 4 ارباع زي ما انتم شايفين كده، وغسلتها كويس قوي ونشفتها من الميه بتاعتها عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره. ودي البهارات اللي انا هشوح بيها الفراخ بتاعتي، اللي هي فلفل اسود ورق رولو وحبهان وحاجه بسيطه قوي من الكباب الصيني ورشه بسيطه من الثوم البودر وبهارات الفراخ. ومعايا هنا طماطمايه وجزرايه وبصلايه مقطعاهم بالشكل دوت. ومعايا شوربه الخضار اللي هنعملها مع بعض، معايا بطاطس وكوسه وبسله وفاصوليا وجزر، وانتي بقى براحتك حطي الخضار اللي انتي عايزاه. بس اول حاجه هنا حبايبي انا معايا حله حطيت فيها معلقه من السمنه وانتفال عشان الفراخ بتاعتنا ما تلزقش فيها. اول حاجة هشوح فيها البصل والجزر والطماطم، هشوحهم الاول. خلاص كده انا شوحتهم معايا زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل بقى بالبهارات بتاعتي عشان تدي ريحة حلوة للخضار وهو بيتشوح كمان. هديهم بس تشوحتين مع بعض بصوت كده، وهقوم نازلة بالفراخ. هبتدي دلوقتي انزل بالفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها وفقتها كويس قوي من الميه. اول ما انزل هنزل بيها على الجلد بتاعها كده اهو زي ما انتم شايفين. وممكن انت تعمليها في الحله على طول اللي انت هتسلقي فيها الفراخ، بس اهم حاجه ما تكونش بتلزق الحاجه فيها. انا عشان كده الاول حطيتها هنا في الحله استفار علشان خاطر الجلد بتاعي ما يلزقش والفراخ تبقى شكلها مش حلو. هديها تشويحه الاول من تحت وبعدين هقلبها على الناحيه الثانيه. خلاص كده انا الفراخ بتاعتي اخدت لون من تحت، هبتدي بقى اقلبها على الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اخدت لون ازاي، والجلد بتاعها زي ما هو ما حصلوش حاجه عشان الطاسه بتاعتي هنا ما بتلزقش. ما شاء الله ريحتها جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. التوابل مخليه ريحه الفراخ وهي بتتشوح ريحتها حلوه قوي. وانا حطيت هنا على البوتاجاز كمان حله فيها ميه بتغلي عشان لما اجي انزل الفراخ بتاعتي لازم تكون الميه معايا سخنه جدا. خلاص كده الفراخ اتشوحت زي ما انتم شايفين. هبتدي احط لها ربع كوبايه ميه سخنه علشان الخضار بتاعي كمان يستوي كويس قوي قبل ما انزله في الميه، وهغطيها لمده 10 دقائق بس. خلاص كده انا الفراخ بتاعتي اتعملت، هبتدي انزل بيها دلوقتي بالميه السخنه اهوت. ولازم زي ما قلت لكم تكون الميه بتغلي اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بقى كمان بالخضار بتاعي كله هنا في الشوربه بتاعتي. هتديكي بجد بسم الله ما شاء الله هتديكي لون حلو قوي للشوربه، وكمان الخضار ده كله هيدي طعم حلو للشوربه. والملح بتاعي بقى انا مش هحطه غير لما الفراخ تبتدي تدخل في السوا بس كده زي ما انتم شايفين بقى، وهسيبها تستوي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله لون الشوربه بتاعتها عامله ازاي. انا دلوقتي بعد ساعة الا ربع بالظبط هبتدي احط الملح بتاع الفراخ وابتدي اشيلها. هي بتاخد حوالي ساعة الا ربع. انا طلعت معايا الاول الارباع بتاعت الفراخ، وبعد كده الصدور هسيبها كمان حوالي ربع ساعة، لان احنا عارفين ان الصدر بياخد سوا شوية عن الربع، فانا طلعت الربع عشان ما يتهريش اكتر من كده. ودلوقتي لسه الصدور بتاعتي بتتسلق. انا هعمل معاكم دلوقتي شوربه الخضار. انا حطيت هنا حله على البوتاجاز فيها معلقه كده من السمنه، وهبتدي دلوقتي انزل بكل الخضار معايا كده واشوحه كويس قوي. خلاص كده انا الخضار بتاعي اتشوح ولونه اتغير كده زي ما انتم شايفين. هبتدي دلوقتي اضيف له الشوربه زي ما انتم شايفين. خلاص كده انا ضفت الشوربه بتاعتي اهو، وهغطي بقى على الشوربه لغايه ما الخضار اللي فيها يستوي خالص. وبعد ما الخضار يستوي هبتدي اضيف اخر حاجه الكرفس.
ممكن كمان لو انت حابه تضيفي مرقه دجاج ممكن تضيفيها، بس انا مش هضيفها لان هي كفايه قوي الشوربه بتاعه الفراخ ما شاء الله سمينه، وكمان احنا عملنا الشوربه بطريقه جميله فخلت الشوربه دسمه. دلوقتي خلاص الشوربه بتاعتي استوت زي ما انتم شايفين كده، وضقت الخضار بتاعي لقيته كله استوى. هبتدي بقى اضيف اخر حاجه القرفس، وما تكتريش من القرفس قوي، هي حاجه بسيطه زي ما انا حطيت كده، هخليهم يقلبوا قلبتين بس مع بعض واقوم طافي عليها وتبقى. وانا دلوقتي حطيت طاسه على البوتاجاز وحطيت فيها شويه زيت، وهبتدي احمر الفراخ بتاعتي من غير حاجه خالص، هحطها هنا. واهم حاجه ان الزيت يكون سخن معاكي، وهبتدي انزل بالفراخ بتاعتي لغايه ما تاخد لون ذهبي وجميل من غير ما احط لها اي حاجه خالص. اهو زي ما انتم شايفين كده، واول ما تبتدي تاخد لون معايا من تحت هقلبها على الناحيه الثانيه. بس اهم حاجه تحطيها في طاسه ما تكونش بتلزق عشان الجلد الفراخ ما يلزقش فيها، وتسيبي النار عاليه ما توطيش عليها. وزي ما انتم شايفين كده انا بحمر الفراخ، هبتدي اقلبها على الناحيه الثانيه كده واشوف لونها. هي اخدت لون من هنا كده، هبتدي اقلبها كمان على الناحيه دي، والفراخ ما لزقتش ولا اي حاجه. خدي بالك بقى من وشك عشان بتقعد تصفص كده، وهقلبها على الجنب ده كده، وبعدين على الجنب ده كمان عشان الفرخه تتحمر من كل مكان. اهو زي ما انتم شايفين ولا لزقت ولا اي حاجه. بس خلاص انا حمرت الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى احط معاكم شوربه الخضار والفراخ، وهرش على الفراخ كمان شويه ملح وفلفل. وخلاص كده انا الشوربه بتاعتي خلصت زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اغرفها معاكم. شايفين شكلها وطعمها كمان هيبقى جميل قوي باذن الله. اهو كده خلاص انا غرفت معاكم شوربه الخضار زي ما انتم شايفين والفراخ، وهي دي الوصفه اللي انا عملتها معاكم النهارده. عملت معاكم شوربه الخضار، وعملت معاكم سلق الفراخ بطريقه جميله تاخدي منها شوربه حلوه عشان تعملي منها شوربه الخضار، وعملت جنب الاكل دوت طبق ملوخيه وطبق رز. هي دي وصفتي اللي انا عملتها معاكم النهارده، يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تشرفوني في قناتي، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.